إذا فهمت اللعبة. الفقرة اللي جاية بقى محتاجة منكم كل ذرة تركيز، لأنها مش تركية، ده سحر بجد. تستطيع أن تخطط. شيطان. مكتوب على إيديكي. تنفذ. أنا عارفة أنتوا بتعملوا، من الآخر كده أنا عايزة أحب. تبدل الأمور. في حاجات تانية علي ليها تم ولازم تدفع. كلام يبان بسيط وفي الحقيقة تأثيره أقوى من أي سحر. ولكن في أي لحظة قد ينقلب السحر على الساحر. لعبة إبليس بدءا من السبت 5 ديسمبر على CBC.